الاهلي يهزم الاتحاد السكندري 2-0 وواصل صدارته منفردا للقمه ويقترب من حسم اللقب. كابتن شريف، الف مبروك. الاهلي على بعد خطوه واحده من لقب بطل الدوري العام. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن. النهارده الاهلي لعب ربع ساعه وانهى المباراه بعد ربع ساعه، واعتقد ان ده اللي كان مطلوب من المباراه كلها، انك انت تاخد الثلاث نقاط دول 90% ودرع الدوري باذن الله. المباراه الجايه يكون عندك باذن الله في البيت، في البيت الكبير. المباراه النهارده حقيقه مباراه تتفرج عليها، او المباراه اللي جايه كلها اعتقد انها هتبقى زي مباراه الاتحاد النهارده. الفرق خلاص ما بقاش في فرق بتلعب دفاع او دفاع منطقه او نص ملعب، كله بيبحث عن فرد الامكانيات. اي فرقه بتلعب اي فرقه على فكره، مش النادي الاهلي بس. كنا بنقول دايما النادي الاهلي اللعيبه بتدور على الوجود وبتدور على الشو وبتدور على انها بتلعب قدام اكبر فرقه في مصر وافريقيا، فعلى الاقل تتعرف عليا، على الاقل تعرف عليا وانا بلعب قدام فرقه كبيره، غير ان انا بلعب مع فرق في نفس مستواي. ماتش النهارده بروفا جيده للمباراه الجايه، بروفا جيده بالنسبه للمدير الفني. المدير الفني اتعرف على الحاله البدنيه لاكثر من لاعب عندنا، ادى فرص وادى مساحات كبيره قوي للعيبه ما كناش بنشوفها بتاخد الفترات الكبيره دي كلها في الملعب، منهم القندوسي. غير القندوسي كمان النهارده في فخري كان موجود بشكل كويس، حافظ على معلول، واول مره يعملها يعني، يحافظ على معلول ويخرجه عشان المباراه الجايه. واعتقد ان احنا ما خسرناش حاجه في المباراه دي، لا انذارات ولا اي حد هيبقى مصاب او اي حاجه. يمكن محمد هاني حس شويه باجهاد ولا حاجه فقلق عليه واحتفظ بيه بره. كل المطلوب كان من الفرقه النهارده الاداء اللي هو احنا اتفرجنا عليه السلس السهل، تمرير الكوره هي اللي بتجري حول اللعيبه، ما يعملوش مجهود كبير قوي، ولكن في شكل جميل جدا اتفرجنا عليه كلنا حتى انبهرنا. كهربا عمل كورتين النهارده، ها؟ نص الملعب. خد الكرة من نص الملعب واخترق، ها؟ وراح بيها منه للجون. صح. وعلى غير العاده راح عامل واحده لبره كده. قندوسي ما عرفش يقتنصها يعني، او زي ما بيرستاو عملها له وهو عرف يجيبها جون، قندوسي ما عرفش يواكب السرعه جنبه يعني. وراح مكرر الموضوع وعامل واحده تانية وراح رايح بنفس الاسبرنت ونفس الضغطه دي. علامه بالنسبه لي انا ان زي ما قلت لك احنا خرجنا من المعسكر لمعسكر. اهي دي المشهد ده اللي انت شفته بتاع كهربا، هو ده المعسكر. لما بتقفل على اللعيبه بتاعتك بتاخد منهم انتاج كويس قوي، مفيش شوشره بقى، مفيش، انت بعيد خالص عن القاهره، بعيد عن جميع الحاجات اللي هي ممكن تخرجك وتخرج ذهنك عن التفكير في المباراه. من اهم المباريات اللي انت عملتها النهارده دي والفوز بيها ثلاث نقاط هي مباراه اليوم. الاداء اداء هقول لك 50-50 يعني، لعيبه النادي الاهلي بذكاء جدا قدروا في اي وقت بتحس ان هم محتاجين ان هم يدوسوا شويه ويروحوا على الجول بيروحوا. مش هنقول هم النهارده لا، بس هم الهدفين ريحوك شويه. هم بيلعبوا بقى خلاص، مش عايز اتعور. مش عايز، يمكن اللاعب حتى اللي هو بيبقى داخل جوه المباراه وتلاقيه الحميه عنده جامده قوي زي خدع فتاح مثلا، بيحاول يثبت دايما ان هو موجود. لو حصل اي حاجه انا موجود، انا بلعب يمين بلعب شمال، من احد الناس اللي هي جواكر يعني فريق الاهلي. ف عايزين نشوف طاهر برضو نفس الشكل. ربيع نزل النهارده، يمكن الوحيد اللي خد انذار عندنا بيرستاو، ولكن ده مش هيأثر في اي حاجه. عايزين ان شاء الله كويس بنفس الشكل وبنفس المفهوم اللي احنا تناولنا بيه الاعداد لهذه المباراه يكون الاعداد الجيد باذن الله للمباراه الجايه. المباراه الجايه بتمثل لك حاجتين، عوده الدوري للبيت الكبير بتاعه، وفي نفس الوقت الكلاسيكو الاهلي والزمالك.
اهلي والزمالك دي بطوله جوه بطوله، يعني انت معاك بطولتين في الماتش اللي جاي ده. ايوه. فمن غير الضغوط الضغط على لعيبه النادي الاهلي، بالعكس انت المفروض تبقى الاهدى، الدوافع عندك اقوى والاهدى، وتمر المباراه زي اي مباراه انت بتلعبها. الترشيحات كلها لما تيجي تتكلم على التقييمات والترشيحات والكلام من ده، نادي الزمالك بقاله وجود دلوقتي وبقاله شكل غير الفتره اللي فاتت كلها، ولكن الكفه كلها في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. الشكل الطبيعي، التقييم الطبيعي، الامكانيات الطبيعيه، الخبرات في المباريات اللي زي دي وليها بقى ناسها، يعني في لعيبه ليها ناسها في مباراه الزمالك هتكون موجوده ان شاء الله، وهنتفرج باذن الله. انا براهن من دلوقتي على مباراه جيده جدا الماتش اللي جاي باذن الله. نبارك لبعض، نبارك للجماهير طبعا باذن الله، وانا ببارك لكم النهارده ان شاء الله على الدوري العام باذن الله. والسنه دي اللعيبه قالت كلمتها الحقيقه، واشكرهم. احنا لما بيروح مننا الحاجه وبتبقى غصب عننا، مش غير ليس الا غير اجهاد كويس وتلاحم مواسم وحاجات كده، فعلا بان السنه دي بالفكره الجيده طبعا اللي هو اراحه اللعيبه. لو تفتكر الاداره خدت القرار ده، ف في حاجات انا لو مسؤول بيبقى قرار صعب عليا، بس لما باخد القرار بجني بقى الثمار. خدت بالك انت فاكر لما كنا الماتش اللي فات بقول لك في غنايم؟ ايوه. انت الغنايم اللي احنا واخدينها السنه دي وان شاء الله اللي جايه باذن الله عشان ننهي موسم منفرد ليس له مثيل، موسم تاريخي ان شاء الله، تاريخي باذن الله، باذن الله. هو ده الفكر، هو ده التفكير، هو ده المسار الصحيح. الف مبروك، مش عايز اطول عليكم، وان شاء الله لو هنتكلم كميات ولا حاجه بعد الكباتن باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق، وتبقى خطوه واحده ان شاء الله. اكيد الف مبروك يا ايمن، وفوز مستحق طبعا. الشوط الاولاني احنا قلنا انه النادي الاهلي جاب جونين بسرعه سهلوا عليه الماتش، لكن الماتش اتفتح قوي وبقت فيه فرص هنا وهناك، لكن النادي الاهلي كان يقدر هو اللي يعني يحرز عدد اهداف اكبر، يزيد الاهداف او يزيد الاهداف. الاتحاد جات له ثلاث فرص، يمكن الشوط الاولاني كان ممكن يجيب منهم جون او جونين، لكن الاهلي كان ممكن يطلع 5-2 او 4-2. الشوط الثاني الامور استمرت بنفس الشكل رغم التغييرات اللي هو مستر كولر عملها، ولكن الخطوره قلت. ايوه. قلت هنا وقلت هنا. صح. يعني تحس ان الفرقتين ارتضوا بالنتيجه. يعني اللعب اقرب لانه مش عايز اقول اللعيبه بتمتع نفسها وما لكن انا اقصد بقى الماتش تحس انه ماتش ودي شويه، يعني الناس بتلعب بس ما فيش الاصرار على ان انا اجيب هدف او ان انا ازود عدد الاهداف او انا ففي حاجات جيده اتعملت في الماتش زي الهدفين، زي اراحه اللعيبه يعني من بدايه الشوط الثاني، ودي من الحاجات اللي مستر كولر ما بيعملهاش كتير. بدايه الشوط على طول في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، يعني مع بدايه الشوط يعني نزل مروان مكان ديانج وخالد عبد الفتاح علي مكان علي معلول. وانا يمكن قلت لك من الاول هو لاعب كل الناس تقريبا اللي عندها انذارين باستثناء مروان، يبقى هو مركز انه يكسب الماتش، لكن لما كسب الماتش ابتدى يريح بعض اللعيبه اللي هو محتاجها في الماتش الجاي، وباينه جدا من اول دقيقه من الشوط الثاني. طلع ديانج، طلع علي معلول، ونزل مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، وبعدين في الدقيقه 72 كمان طلع الشحات يعني، وطلع هاني طبعا فخري من اللعيبه اللي هي الصغيره في النادي، مش مريحه طبعا عشان ماتش الزمالك، لكن انا بتكلم على الاربعه دولت اللي هو ديانج ومعلول والشحات وهاني. فالمكسب سهل له ان يعمل التغييرات دي ويريح ويبتدي يفكر في الماتش اللي جاي. ففي حاجات كويسه اتعملت النهارده قلت لك، زي الاهداف، زي راحه اللاعبين بعد ما فيش اصابات الحمد لله حصلت. يمكن بس في بعض الحاجات اللي هي ما قدرناش نستغلها كويس، زي الفرص اللي ضاعت بسهوله. شفنا كهربا عمل كورتين زي ما كابتن شريف قال بسرعه فائقه، يمكن ما كانتش في الفتره الاخيره ظاهره على كهربا، لكن كورتين دولت زي ما يكون عنده تصميم ان انا بقول ايه
ان انا فت واقدر وانا اقدر العب ماتش الزمالك. وفي واحده عملها حلوه قوي بس لما جه يحطها حطها ببطن او بوجه القدم جنب القائم الشمال. وفي واحده عملها بالعرض بس ما كانش في حد متابع معاه مع النادي الاهلي. بس كان في تمرير خاطئ كتير شويه. يعني الشوط الثاني في تمريرات كانت مقطوعه من عدد كبير من اللعيبه في توقيتات ملهاش معنى. يعني ماتش سهل ومساحات مفتوحه ما فيش ضغط كبير من لعيبه الاتحاد، ولكن كان في بعض التمريرات الخطا. الحاجه الثانيه كان في وقوع في الاوفسايد، ويمكن دي كانت ظاهره في الشوط الاولاني وبرضه حصلت في الشوط الثاني في اكتر من لعبه. لو اللعيب اللي بيمرر الكوره بيمرر بسرعه شويه، يعني واحده من قندوسي كان ممكن يحط حسين الشحات مش اوفسايد بس اتاخر. واحده من كهربا البرسيتاو دخل اوفسايد برضو كهربا اتاخر. فكانت شويه دي بشكل كبير في الشوط الاولاني، يمكن قلت الشوط الثاني ولكن كانت موجوده. كان في مساحات كبير جدا في خط دار الاتحاد ولكن كنا بنقع في الاوفسايد بدون داعي في اوقات كتيره كان ممكن تبقى فرص محققه وتستغل في زياده الاهداف. لكن بصفه عامه النادي الاهلي في مجمل اللقاء هو الافضل، هو الاحسن، هو اللي خد اللي هو عايزه من المباراه، سواء الثلاث نقاط، سواء احرزوا هدفين، سواء قلت لك راحت لعيبه من اللعيبه المهمه بالنسبه له في الماتش الجاي، لاعب جرب بعض الناس اللي هم بيخشوا كبدلاء زي فخري زي القندوسي. فهو النادي الاهلي طلع بمكاسب كتيره جدا من اللقاء النهارده. وانا قلت لك من اكتر من اربع خمس ماتشات ان شاء الله باذن الله الدرع الدوري في النادي الاهلي. بس كلنا اتفقنا ان هي مساله وقت، يعني مساله بس ايه ايام بتعدها عشان الموضوع يبقى خلاص حسم رسميا باذن الله. فانت خلاص انت محتاج مباراه واحده من 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 ست مباريات جايين. فان شاء الله النادي الاهلي حاسم الدوري خمس مباريات. لكن طبعا مباراه الزمالك بصرف النظر عن هي اللي تحسم البطوله او لا، هي مباراه جماهيريه الناس كلها بتنتظرها، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. الناس بتحب في المباراة دي انها تكسب سواء الجمهورين يعني او اللعيبة، ولانها مباراة القمة في الدوري المصري وفي المنطقة العربية وفي المنطقة وفي افريقيا، اهم مباراة ديربي تقريبا في منطقة العربية والافريقية. فليها حسابات خاصة بعيد عن انك انت هتاخد الدوري بيها او لا. يعني مش نتيجتها هي اللي هتخلينا ناخد الدوري او لا. صحيح. يعني ان شاء الله طبعا نكسبها ولكن انا بقول ان يعني النتيجه مش هي المؤثره في موضوع الدوري العام. ولكن هتفضل وتظل مباراه تاريخيه والناس كلها بتستناها، اجهزه، لاعبين، جماهير، كل الناس. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى مكسب ويحسم بيها كمان فرحة فرحتين ان شاء الله، ويحسم بيها كمان بطولة الدوري. ما اتمناه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي، ثلاث نقاط غاليه وايجابيات وارقام قياسيه حطمها النادي الاهلي النهارده. اكيد. هسيبك انت تقول الارقام. لا انا عندي الارقام بس سيبك انت تقول الارقام. لا اتفضل انت. طيب ماشي يا كابتن عادل. النادي الاهلي الاكثر فوزا. ده معروف. 23 فوز من اصل 29 مباراه. تمام. طبعا ينفرد بالصداره للاسبوع الثالث على التوالي، ولو ان كان عنده قبل كده حتى لما فقد الصداره كان عنده مباريات مؤجله. اديك حاجه كمان؟ ما لحظه واحده خلينا اكمل ولا ما اكملش؟ لا كمل. طيب ماشي. في واحده اكيد طيب. مش هتقولها. للمباراه ال 11 على التوالي شباك نظيفه. حلو. ايه دي اللي كنت هتقولها؟ لا. طيب واحدة خلاص. طيب ماشي. إيه اقوى خط هجوم 54 هدف. تمام. اقوى خط دفاع طبعا. ايوه. سبع هنا. اهداف. هنا بقى. مع مين؟ يعني مع مين؟ في الدوري. في ناديين معاه سبع اهداف. يعني مع مين؟ ما هو في ناديين برضه دخل فيهم سبع اهداف بس. ده بره ولا هنا؟ هنا. ازيك يا كابتن؟ ارجع. بره ايه؟ هنا ايه؟ فين اللي داخل الناديين دخل فيهم سبع اهداف؟ ده اصلا
الفريق اللي دخل فيه بعديك اقل عدد اهداف 19 هدف كان فيوتشر. سبع اهداف ده احنا سبع اهداف مفيش حد دخل فيه. لا الخساره سوري هو يظهر على الخساره. لا لحظه تعالى مفيش ده احنا كان فيوتشر تاني اقوى خط دفاع بعدينا دخل فيه 19 هدف يعني سبع اهداف الفريق الوحيد. لا الفريق الوحيد صح كويس. وانت بتتربع دلوقتي على القمه وباقي نقطتين بصوره رسميه وهتعمل رقم كويس كمان لو كسبت المباريات القادمه كلها. لا ما هو ده اللي انا لحظه واحده ده اللي انا هكلمكم فيه من ضمن اهداف مستر كولر. يعني انتوا اتكلمتوا على حاجات معينه بس انا هتكلم على هدف من ضمن الاهداف اكيد دي في باله طبعا. لا شوف هي تبقى في بال النادي اكتر من كولر. بس لحظه واحده انا كمان على المستوى الشخصي ما انا بحقق ارقام قياسيه بالنسبه لي في اول موسم مع النادي الاهلي. اوكي بس في عندك اهداف اسمى اقوى السنه اللي جايه. بمعنى احنا اتفقنا على الراحه. كويس تاخد راحه امتى؟ إيه لو قبل ماتشات الكاس بعد ما تحسم الدوري في ماتش الزمالك ان شاء الله 9 يعني هتاخد راحه يعني هتريح لو انت لعيب. عايز تريح بعض اللعيبه الاساسيه يعني يبقى انت هنا مفيش ارقام. لا ما هو انا بقول لك او بالباقي تعمل ارقام. فكره اكيد هو عايز يعمل انجاز شخصي ليه. اكيد طبعا. طيب بس هو مش عايز اخسر عايز اخد البطوله من غير خساره. بص يا كابتن عايز احطم الارقام دي اكتر واكتر. لو هو مش السنه دي لا فهمني لو هو ماشي السنه دي هيعمل دي. لكن هو بيحضر للموسم القادم وانت الدوري بتاعك مش منتظم مش هتقدر تاخد كل حاجه. انت 79 بس انا قريب كابتن قريب بس انت كابتن انت دلوقتي عندك هتخلص الدوري 29/7 مظبوط صح؟ لا انا عندي 26 أيوة. 7 اخر مباراه في الدوري. ايوه كويس 30/7 ايوه المفروض عندي مباراه في كاس مصر مع الداخليه. حلو قوي. وبعد 30/7 لسه بقى هنشوف ماتشات الكاس. اوكي بس الكاس هيتلعب في اغسطس لان حصل حاجه الاتحاد الافريقي عملها امبارح قرر بعد ما قال ان الماتش السوبر الافريقي مش هيتلعب في اغسطس كان المفروض من 11 ل 13 رجع امبارح وقال ان هيتلعب السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه في يوم 1 سبتمبر. فين لسه مش عارفين لحد دلوقتي. قفل الرعابه فاهم يعني في لحد دلوقتي 1 سبتمبر عندك مباراه في السوبر الافريقي وكاس مصر لازم زي ما قال اتحاد الكره ان هي تنتهي المسابقه في شهر اغسطس. طيب ولكن هيبقى عندك مشكله هتأجل ماتشات نادي الزمالك لبعد الانتهاء من البطوله العربيه حسب ما يوصل بقى. يعني بمعنى اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت السنه دي اعتبر نفسك مش هتريح. مش هتريح كتيم كوره مش هتريح. مشكلتك الكبيره هو الزمالك اصلا عنده ماتش يوم 20 ان شاء الله مع بيراميدز في الكاس. لو كمل يبقى هيكمل فاهم؟ ماشي لو ما كملش يبقى يعني البطوله هتخلص قبل نهايه اغسطس. بص يا كابتن انا ماليش دعوه بالانديه الاخرى لان الانديه الاخرى ما بتلعبش قدك انت بتلعب. ايوه لا انت بتوصل. بص انت بتلعب اكتر من اي فرقه في مصر يمكن ما عدا بيراميدز بس شويه مع خفيه المباريات. كل انديه مصر انت بتلعب اكتر منهم مش اقل من 12 13 مباراه ومباراه قويه جدا. لكن خليني اكلمك على الاهداف الاسمى عند المدرب. ماشي. لا انت فكره جيده انك انت تاخد اكتر ارقام ممكنه في الدوري. يعني انت ممكن تعمل اعلى ارقام ممكنه. انت عندك كم مباراه يا كابتن؟ احنا لعبنا دلوقتي كم مباراه؟ خمس مباريات خلاص. ها؟ ناقص خمس مباريات بالنسبه لبطوله الدوري. ايوه خمس مباريات. يعني عندنا كام بون؟ 15 بون. واحنا النهارده كام؟ 75. ايوه تمام ماشي. يبقى احنا عندنا ممكن توصل للكام؟ لو كسبت الخمس ماتشات 90. توصل لل 90 90 بون. هل حد عملها قبل كده؟ هل الدوري اتحسم باكتر من 90 بون؟ ما حصلش. هجيب لك ارجع بس انا بقول لك ما حصلش. الاستوديو اللي فات انا بقول لك ما حصلش. ما فيش. كان النادي الاهلي 88 ولا 87 87 لكن ما حدش قدر يعمل ال 90. لو انت عايز تعمل دي يبقى عندك طريق من الطريق. لازم تلعب بكل اسلحتك وما تريحهاش.
او مش هتريح كل اسلحتك. هيبقى في شويه هتستعين بيه. ما هو يا كابتن ما ينفعش، بص اقول لك حاجه، ما ينفعش انا ادخل الاعداد بتاع الجديد او ادخل الموسم الجديد في خلل ما بين اشخاص واشخاص في القوة في الحته البدنيه. انا ممكن اريح، ممكن همشي كده شويه هريح اللي هم لعبوا اكتر. ماشي، هي معادله صعبه بس ايه هدفها يعني؟ يعني طب اقول لك حاجه، فضل. لو انا خيرتك يا كابتن ايمن وقلت لك تعمل رقم زياده السنه دي قياسي ولا تعمل ارقام الموسم القادم؟ الموسم القادم ارقام، ده انت عملت ارقام كتير جدا الموسم ده. الموسم ده احنا الحمد لله القادم انت واحنا بنشبع القادم في علم الغيب. كابتن احنا بنشبع. لا هقول لك ليه، لان احنا خلصنا 11 احنا مستنيين ال 12. ماشي، انت الناس هتتجنن منك علشان انت عمال تقول، مش كابتن ايمن بتكلم على كل اهلاوي جماهير الاهلي، خلاص خلص خلصنا 11 الساعه 3 الساعه 11 بالليل، اتكلمنا على ال 12. انت عايز ال 12 وبعدين عايز الدوري. الدوري اقول لك حاجه يا كابتن، الدوري عادي جدا بالنسبه لك، لما هتكسبه هتحس انه دوري عادي والحاجات دي، وهتبص لي على انك تاخد الكاس. ماشي، وبعد الكاس لو دخلت السوبر تاخد السوبر. فاحنا كده طول الوقت انت، فانت تفضل انهي؟ تفضل تنتظم ولا تفضل انك انت تعمل رقم اخير؟ انا ممكن اقول لك طبعا، وانتوا اشتغلتوا يعني في الاداره الفنيه، انا افضل ان هو يعمل مزج من بعض العناصر الاساسيه مع مجموعه من، مش عايز اقول البدلة، ولكن مع العناصر اللي هي على الدك، بحيث ان المزج ده ان شاء الله رب العالمين باذن الله يبقى المجد الشخصي كمان لمستر كولر يتحقق، والارقام القياسيه للنادي الاهلي تحقق كمان الموسم ده. انا موافق، يعني بمعنى ان انت عايز تقول ان انا اقعد الاساسيين اخد منهم شويه مثلا، واعمل موضوع. انت عندك كام اساسي؟ عندي دلوقتي 18 اساسي بالظبط، اللي بيلعبوا الماتشات دي. عندنا 17 اساسي. ماشي، بجد عندنا 18 لاعب اساسي، هو اللي بيستعملهم مستر كولر وبيدور بيهم المباريات. انت الاساسي بالنسبه لك الاول اللي هم في المنتخبات، دول احنا بنسميهم المستوى الاول، لو انت بيبقى عندك لعيب في المنتخب وبعدين يبقى في لعيب عندك حاله تدوير المدير الفني انه بيوصل لك كل اللعيبه زي ما بقول لك اسماء، كل لعيبه زي ما احتياطي كابتن زي ما انت عايز، اديك اسماء وتقول لي احتياطي ولا ما قدامي هم الاسماء. يعني انت دلوقتي مصطفى شوبير الجون الثالث مثلا، الجون الثالث مصطفى شوبير لعب فاينل افريقيا ولا لا؟ علي لطفي لعب مباريات مهمه ولا لا؟ محمد الشناوي هو الاساسي بتاعك، ده حارس مرمى ما بتتكلمش عنه، لكن محمد هاني ودلوقتي خالد عبد الفتاح ده يلعب شويه. بس خليني اقول لك حاجه يا كابتن عادل قبل ما نخش في في الجدل ده، وصل ان هو يوصلني لحاله جيده. هو طبعا دي حاجه تحسب لمستر كولر، واحنا اتكلمنا عنها كتير، ولكن اهم النقاط الفنيه مثلا النهارده في المباراه اللي لفتت نظرك، يعني كابتن شريف قال لك ايه؟ ان الحسم كان من البدايه، وكان النادي الاهلي تحس ان هو بيعمل كل حاجه في الكوره باريحيه، كان ممكن الزياده زي ما قال الكابتن اسامه عربي، ولكن حاسس مش دلع، ولكن انت حاسس ان الماتش خلص بالنسبه لك كويس. ما احنا بقول لك بتعدي الفتره دي. ماشي، انت بتعديها حلو. اهم النقاط اللي انت استفدت منها النهارده، النقاط الفنيه اللي طلعت بيها من المباراه النهارده، يعني انك انت ريحت بعض اللاعبين، ده من وجهه نظري عشان المباراه القادمه، ما عملتش مجهود جامد في المباراه، ما كانش عصبيه، ما تعوّلكش حد في المباراه، ما خسرتش حد. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو ما خسرتش لعيب، مش المباراه مش ما وصلتش للعصبيه، لان انت حسمتها بدري. انا موافقك، فكان في اريحيه في الاداء حتى. انت عارف يعني انا النهارده بالعكس، انا بقول في حته سلبيه، انا بقول في حته انا بقول في حته سلبيه لينا النهارده. يعني انا بتكلم عندنا حته سلبيه النهارده، عدم الطمع، انك تجيب جونين في اول ربع ساعه وما تجيبش ويعني ما تجيبش ما تزودش الغله. ما تزودش الغله، يعني انت ال 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 انك انت تجيب هدفين بدري لازم كنت انت تزود الغله. انت مالك كابتن، في حاجه؟ لا 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 انا معاك في حاجه، لا في حاجه حصلت؟
لا مفيش حاجه حصلت، انا بس بتابع مباراه ثانيه. ايوه منها، بس انا معاك يعني. انا عارف، انا بسالك عشان ما عرفتش النتيجه. مش بس شفتها في وشك. لا انا عرفتها هنا اثنين وهنا اثنين. ماشي، انا عرفتها من وشك خلاص. انا شفتك مرتين عادي. احنا اثنين وهناك اثنين. خلينا نتكلم، خلينا نتكلم في النقاط الفنيه اللي انت لاحظتها. ايوه يعني ماشي. انك انت جبت اهداف بدري النهارده كويس، وبعدين ما انت ما عجبكش حته انك انت ما زودتش اهداف كتير قوي وكان تقدر تعمل، لكن اللي اسعدت النهارده بكهرباء على فكره. فعلا بعرف بشكله صح. انا مش بتكلم على صح فنيات، انا بتكلم بدني. انا النهارده كهرباء فكرني بكهرباء بتاع زمان، رغم ان كهرباء انت معايا في حكايه المعسكر دي. شفت كهرباء بعمل طبعا لما دخل معسكر بعمل طبعا يعني فرقت معاه كتير. احيانا المعسكرات دي بتفرق كويس او بتفرق جامد مع بعض اللعيبه. طبعا بعض وبعض كلنا. أيوة. لا لا في بعض اللعيبه لا، في بعض اللعيبه لا. والله بتلاقي مردود سلبي. هقولها لك بصراحه. قول بصراحه. في لعيبه واخده على الخروج والفسح والحاجات دي، لما بتقعد في معسكر بتبقى لا بتبقى كويسه ليهم. وفي ناس ملتزمه قوي طول الوقت، وفي ناس ملتزمه قوي طول الوقت، فممكن المعسكر بيبقى عادي بالنسبه لهم. ان هو دي حياته اصلا. ايوه اللي هو بيرجع البيت كذا. لكن في لعيبه كتيره قوي المعسكرات بتبقى معاهم كويسه جدا، لو هم فكروا ان يعملوا لنفسهم نفس المعسكرات، مش يعني نفس اسلوب المعسكرات صعب يا كابتن. هو أيوة. يا نفس اسلوبه، مش يعني مش اقول اروح مع فرقه اعمل معسكر، لكن طريقه اللي طريقه النوم المنتظم، الاكل المنتظم، الراحة الإيجابية. أنا شفت النهاردة الكهرباء عالي جدا صح. بدنيا تحرك وخفة وفايق في تحركات وفي خفة وفي جري. أنا شفته عمل سبرنت النهاردة أول مرة أشوفه يعمل السبرنت ده. ده تحدي اللي هو صح. اللي هو راح حط الكرة جنب العرضة. أنا شايف ده كهرباء ده تحدي اللي أنا أعرفه من من إنبي، مش من الأهلي في الناشئين، ومن إنبي كمان بعدين. أيوه صحيح. عموما يا كابتن عادل مكاسب كتير، ايجابيات كتير، وان شاء الله ان شاء الله الارقام القياسيه كله يتحقق تزداد باذن الله. بس يبقى شوف لنا الرقم القياسي ايه ان شاء الله باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. طبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل على الارقام القياسيه والنادي الاهلي بيحطم ارقامه هو. كنا بنتكلم على أكبر عدد من نقاط للنادي الأهلي في مسابقة الدوري العام، كان 89 نقطة سنة 2019 أو 2019 2020. ده الموسم اللي هو النادي الأهلي حقق فيه أكبر عدد من النقاط بعد الفوز ببطولة الدوري، 89 نقطة. بس هو في حاجة انت بتتكلم في تاريخ النادي الأهلي ولا في تاريخ؟ بس في عشان نقطة المقارنات بتبقى صعبة. انا عارف طبعا. هقولك بقى عدد الفرق، هقولك بقى 12 فرقة قبل كده وبعدين 14. خلينا نكمل كلام وعشان نقاط وعدد الفرق. اولا عدد الفرق ماشي في ايامنا 12 فريق، 12 او 14 فريق، دلوقتي 18 و 12 دلوقتي. استنى بس، ده في دوري 12 دلوقتي 18 فريق، يعني عدد النقاط اكبر ب 18 نقطة. وده كان وده كان دوري يا كابتن 12 فريق ده؟ 14 فريق او 16 فريق بعد كده؟ 16 فريق. والله انا 16 فريق. لا وبعد كده بقى 16. 14 بعد 16. الحاجة الثانية المباراة كانت بتتحسب باثنين بونت. ايوه مظبوط، بنقطتين مظبوط مش بثلاثة. فالمقارنة كده انت هتقول بقى ايه؟ أكبر عدد من النقاط من ساعة ما الدوري بقى 18 فريق. لكن أنت ما تقارنهاش بلما جيل كان النقط بتت لا انا فاهم قصدك. اكبر نقط في تاريخ احصائية. انت دلوقتي بتتكلم عادل، انت مثلا في موسم احنا في مثلا مواسم خدناها ما اتغلبناش ولا مره ولا تعادلنا ولا تعادلنا مره، المباراه بنقطتين بس، المباراه بنقطتين وعدد الماتشات قليل، مباراه واحده واحد. ايوه انت ممكن تكون في الموسم اللي انت بتقول عليه ده تبقى واخد كام؟ 106 نقطه. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله له، عشان كده المقارنه مش انت 18 فريق. ايوه انت ايمن، اصل انا لما بقارن حاجه بحاجه يبقى في تساوي أيوة. في المدخلات المقارنة. عشان اللي طالع يبقى انا اساويه ببعضه، لكن أيوة. انت ما تجيش تساوي لي دوري 18 فرقه بدوري كان 14 فرقه، ما تجيش تساوي لي دوري المكسب بتحسب فيه بثلاث نقاط واحنا كان بتحسب بنقطتين. كويس. طبعا عدد النقاط مش هيطلع زي
احنا بنتكلم يا كابتن بلال على اكبر عدد من النقاط، خلينا عشان كابتن اسامه ما يزعلش. لا مش زعل، 18 فريق انا بتكلم في 89 رقم. اصل ده برضه النادي الاهلي يعني هو صاحب الارقام يعني. بس هو السؤال هنا ان انا كمستر كولر، انتوا يمكن كلمتوا وقلتوا من المباراه اللي فاتت ان بيبقى في اهداف تانية وانا معاكم، ولكن من ضمن الاهداف برضو ان انا في اول موسم ليا مع النادي الاهلي كمجد شخصي مستر كولر يحقق كل الارقام القياسيه، وكذلك هي اضافه للارقام القياسيه للنادي الاهلي. حقيقي طبعا. بص المدير الفني يا كابتن، يعني زي ما النادي الاهلي دايما بيسعى للارقام القياسيه، برضه المدير الفني بيسعى للارقام القياسيه، ده وضع طبيعي. خد بالك الاول مبروك المكسب. الله يبارك فيك. الماتش الجولين يعني خلينا قبل ما نتكلم على الموضوع ده، سالت حاجه نقطه مهمه اللي هي يعني يعني المكسب ماشي اللي كسبته النهارده ده في يعني في حاجات اتبنت عليه تمام. انا اول حاجه بالنسبه للمكاسب المباريات اللي زي دي انك تكسبها باريحيه صح، بدون مجهود كبير بدون ضغوط عليك، بدون ضغوطات صح، بدون ما تعمل مجهود زياده عن اللازم تمام. انت النهارده اصبحت من اهم المكاسب في المباراه بتاعه النهارده والمباريات اللي فاتت انك اصبحت بتكسب باقل مجهود بسهوله بسلاسه. يعني انت قاعد بتتفرج على الماتش وانت عارف انك هتكسب بسهوله جدا يعني من غير ضغط من غير تعب من غير مجهود زياده تمام، بتعرف تجيب جوال، بتعرف تحافظ على المكسب، بتعرف تحافظ على شباكك نظيفه. ومن المكاسب برضو القويه جدا بتحسب للجهاز الفني وتحسب للعيبه طبعا. بص مفيش حاجه مش مشتركه ما بين الجهاز واللعيب طبعا. طبعا مفيش حاجه مش مشتركه. من برضو المكاسب المهمه جدا 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 انك النهارده المباراه رقم 12 على التوالي ما دخلش فيه الجول في الدوري العام. مظبوط. وده نظيف. طبعا. ودي حاجه طبعا يعني من الحاجات المهمه جدا 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 ومن الارقام القياسيه الكبيره جدا. صحيح. انك تقعد 12 مباراه في بطوله الدوري عام بتلاقي فيها منافسينك تمام وما يجيش فيه الجول، مش ما تخسرش ما يجيش فيه الجول تمام. ودي نقطه مهمه جدا 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 تدل على ان الراجل عنده منظومه دفاعيه قويه جدا جدا. في بعض الفرص اكيد بتتاح للفرق الثانيه وده وضع طبيعي، زي ما انت النهارده اتيحت ليك 6-7 فرص وسجلت هدفين يا كابتن. صحيح. تمام مظبوط. النهارده الاتحاد اتيح ليه فرصتين او ثلاثه ما سجلش ولا فرصه فيهم. فالنهارده انا كمدير فني كمان قبل ما باجي اشتغل مع النادي الاهلي اكيد انا بدرس بشوف الفرقه اللي انا بشتغل معاها دي ممكن توصلني لحد فين. اكيد مش عشوائيه الاختيار يعني، فاهم قصدي؟ مش انا مثلا عشان هتاخد النهارده 10 قروش فيلا اشتغل، لا. انت اكيد درست وشفت النادي الاهلي ده ممكن يوصلك لمرحله ايه فيما بعد. مدربين كتير جم النادي الاهلي واتنقلوا نقله مختلفه تماما بعد النادي الاهلي. صح. طب انا يعني هنروح بعيد ليه؟ موسيماني مش بعيد يعني مش بعيد قوي يعني، كنا ممكن نقول جوزيه ومسك منتخب انجولا وراح درب في الصين ولا مش عارف وايران واتحاد جده، لكن هنتكلم في منطق قريب يعني او حدث قريب. موسيماني مسك النادي الاهلي، راجل من جنوب افريقيا، اول مره في تاريخ كره القدم العربيه صح تستعين بمدير فني من القاره السمراء من جوه تمام من غرب او جنوب افريقيا، بيجي يمسك النادي الاهلي وبمسكه للنادي الاهلي بيعمل لنفسه ماركتنج عالمي كبير. من افريقيا النهارده بيمسك اتحاد جده، النهارده رايح يعني العين الاماراتي تقريبا الاهلي جده وبعد كده الوحده الاماراتي، فالنهارده اصبح له اسم كبير داخل او اصبح له تواجد الاهلي عمل داخل داخل المنطقه العربيه، فالنهارده الاهلي عمل له ماركتنج اندايركت يعني في مصر داخل المنطقه العربيه. اي مدير فني بيجي يمسك هنا في النادي الاهلي بيبقى عنده اهداف، الاهداف ان هو جاي لفريق شعبي عنده شعبيه كبيره جدا 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 جدا، النادي الاهلي شعبيه كبيره جدا جدا تمام. فالنهارده اهدافك من بعد كده اولا بتعمل سي في قوي جدا جدا يا كابتن، لانك صحيح. انت مش بس بتلعب في اطار مصر، انت بتلعب في البطوله الافريقيه وبتلعب في كاس العالم للانديه، فانت عندك فانت بتعمل سي في مختلف تماما او سي في مختلف او بتحط السي في زياده شويه للسي في اللي انت جاي. هو راجل مسك منتخب النمسا واشتغل بيها وعمل بيها شغل كبير، لكن انت برضو مع النادي الاهلي انت مش اقل
تمام؟ صح. من النمسا في التاريخ، لانك انت بتلعب برضو كاس العالم للانديه وبتروح بطوله افريقيا وخدت بطوله افريقيا، فعملت السي في مختلف شويتين ثلاثه. كويس. فالنادي الاهلي قدرات وامكانيات كبيره جدا جدا يا كابتن. فعشان انا بقول كده ليه؟ بقول لما بتتساوى الطموحات بتوصل لحته بعيده، لابعد مكان. طبعا لابعد مكان. مظبوط. انا كنادي عندي طموحات وعندي اهداف، لو تساوت او مشت بالتوازي مع طموحات المدير الفني بتاعي اللي موجود واهدافه، حلو. بنروح لحته مختلفه. حلو، نقف هنا بقى. اتفضل. انا حققت الهدف الاساسي. الدوري قصدك تقول؟ ايه بطوله افريقيا؟ لا لا، ان انا هاخد الدوري ان شاء الله رب العالمين باذن الله. باذن الله. انا خدت تقريبا لحد الان، مش تقريبا، كل البطولات اللي انا دخلت فيها، سواء على طبعا ده واخد رابع العالم. كويس. على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. تمام. كويس. خلاص انت حققت الهدف، ولكن انتوا اتكلمتوا قبل كده على اهداف تانية لمستر كولر. ولكن انا بتكلم على تحقيق الاهداف اللي بيفكر فيها مستر كولر اللي تخدم النادي في الفتره اللي جايه. ولكن انت عندك ارقام قياسيه حقيقة. من الممكن زيادتها حتى الفتره اللي جايه، فممكن حقيقة. ممكن التفكير يعني كابتن عادل اتكلم على نقطه، ان انا في مجموعه من اللعيبه لا هريحها وابعدها خالص. حلو. كويس. بس انا كمدير فني، ما هو انا انجاز ويحسب ليا مجد شخصي، وبرضه انجاز للنادي الاهلي اكيد، ما هو فكره مش هيختلف تماما عن الفتره دي. شوف يا كابتن، افتكر في الاستوديو من ثلاث اسابيع لما الاهلي كان بيلعب منتخب السويس. ايوه. وكان بيلعب فول تيم. ايوه. صح؟ ايوه. ما ريحش ولا لعيب تقريبا. كان ماشي بنفس النمط. ولعب حتى بثلاثي في خط الوسط وسط الملعب. لعب في ثلاثه في نص الملعب. في كاس مصر. لعب الشناوي. او لعب بثلاثي وسط ملعب. قلنا ايه؟ ان الراجل عنده افكار مختلفه شويه عن الافكار التقليديه والنمطيه بتاعت المديرين الفنيين. اي مدير فني في مباراه زي كده يقوم شايل ال 11 لعيب. وحط 11 لعيب تانيين وياخد 3 4 يحطهم او 5 يحطهم على دكه البدلاء تحسبا لاي ظروف، ويبتدي خلاص يشركهم لو حصل في الامور امور. صح؟ مظبوط. لكنه لا، هو عنده افكاره غير نمطيه شويه. هو لاعب ال 11 لعيب عشان يقول للناس ان دي بطوله انا بسعى ليها زي كل البطولات اللي فاتت. صحيح. فبالتالي كانت مسج لكل اللعيبه عشان اللي مش مركز كويس. يركز كويس. تمام. عشان عنده اهداف، ما هي دي الارقام القياسيه. صح. عشان هو عنده اهداف. ماشي. عنده ارقام عايز يحققها مع النادي الاهلي. كويس. الهدف الاسمى زي ما بيقول الكابتن عادل ان انت هتحسم بطوله الدوري. حلو. يبقى الهدف الاسمى احافظ على بعض اللعيبه اللي انا شايف ان انا السنه الجايه، طبعا هو في قرار اتاخد يحسب للمجلس الاداره السنه اللي فاتت ان انت ريحت وفكرت ليه اللعيبة. وفكرت للمستقبل. فكرت بس اللي جاي. بس خد بالك انت كان عندك اسبابك السنه اللي فاتت برضه. لكن خليني اقول لك السنه دي، بص يا كابتن، ما هو وجهتين النظر تمام ممكن يكونوا في الحته دي بالذات مختلفين شويه. انت كمدير فني تفضل ايه؟ انا كمدير فني، انا خد بالك انا قاعد النهارده. ايوه. هل انا عندي اوفر جاي بعد اسبوعين ثلاثه؟ هل انا ممكن مثلا يجي لي ارجع اروح منتخب بلد تاني؟ هل النهارده بعد السي في الكبير ده مش ممكن في الترانسفير الجديد يبقى في حاجه لمستر كولر؟ فانا بفكر النهارده في السيزون الحالي اللي انا فيه. لا انا النهارده موجود بلعب بطوله الدوري اللي انا حسمتها زمان كابتن عادل. لا لسه بس بنسبه 99.9 الاهلي ان شاء الله بطل الدوري باذن الله. حسمت بطوله افريقيا، حسمت بطوله افريقيا، خدت الكاس والسوبر، خدت الكاس والسوبر، عندي كاس تاني هشتغل عليه، عندي كاس تاني اوريدي انا اصلا اشتغلت عليه. أيوة. فالنهارده انا الراجل بيفكر في الارقام اللي تحت ايدي في الوقت الحالي. تمام. واكيد هو عنده بلان، عنده استراتيجي، اكيد هو عنده بلان لفيما بعد. أيوة. هيشتغل ازاي وبأني طريقه. تمام. ممكن يكون احنا بنفكر في وقتنا حالي بالافكار اللي في الوقت الحالي اللي هي ايه؟ لا انا هلعب لحد الزمالك، انا بلعب فولتي، مش أيوة. مش هخسر ولا نقطه. أيوة. انا ممكن اقول ايه؟ انا مثلا يعني اكلينيكيا الاهلي بطل الدوري، صح؟ فاعمل ايه قدام الاتحاد؟ هريح اللعيبه. طب لو خسرت هتيجي تقول الحاسم مش في الزمالك؟ لا ده الحاسم في. طب هيبقى بيراميدز؟ طب هتقولي لا، يبقى انا النهارده عندي ماتشين من الخمس ماتشات. لا الزمالك الزمالك بعد الماتش الزمالك المقاولين. انا بتكلمك على الماتشات القويه اللي ممكن يبقى فيها ايه. بالظبط. تمام. فالنهارده لا، انا مش هحسب. انا الماتش اللي فات لا هلعب فول تيم. النهارده برضو هلعب فول تيم. ليه؟ لان انا كل ما اخد النقاط بدري كل ما افكر في الفكر اللي انت بتقول عليه ده. تمام. هريح امتى؟ هريح بقى لما خلاص احسم البطوله فعليا.
لما اكسب نادي الزمالك في ما بينه صح يا كابتن ان انا مش هاجل الحسم دي فيما بعد اللي بعد كده عشان اريح عشان العب بطوله. ما بص في فرق بين مدير فني بيفكر في مباراه ومدير فني بيفكر في بطوله تمام صح. في مدير فني بيفكر تحت رجله وواحد تاني بيفكر عنده بلان وعنده استراتيجي بيشتغل عليها. انا النهارده عايز اكسب النهارده الثلاثه بونت بتوع المباراه الاسماعيلي فالعب فول تيم، ثلاثه بونت بتوع مباراه الاتحاد فالعب فول تيم عشان اجي الزمالك اكسب اخلص الدوري العام. بعد كده ابتدي افكر هل انا محتاج اشتغل على باقي الارقام القياسيه ولا هل ان انا محتاج اعمل بالانس اغير اتنين اريح بقى ثلاثه اربعه ما يدخلوش ال 18 واحط ثلاثه اربعه تانيين والماتش اللي بعديه احط ثلاثه اربعه مختلفين واريح دول وابتدي اعمل خصوا ال 20 بالظبط قصدك ال 20 ال 20 قصدي سوري اسمع معلش ال 20 لعيب يعني تمام واشتغل على كده ولا ااجل وبعد كده اجي فيما بعد احط الالاعب اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي لا انا كراجل انا لو انا مدير فني هحسم بدري حلو هكسب مباراه اللي تحت ايدي في الوقت الحالي هلعب فول تيم في الوقت الحالي مش هاجل الحسم بتاع الدوري العام اجله الماتشين ثلاثه انا عندي خمس ماتشات ومحتاج نقطتين صح. طب لا قدر الله المباراه اللي فاتت كنت خسرت او تعادلت المباراه دي خسرت او تعادلت كنت هتروح على ماتشين تانيين ماتشين التانيين فيهم الزمالك وفيهم المقاولين وفيهم يعني فيهم ثلاث فرق من الاول من الثاني للخامس مظبوط طب هل انت تضمن انك تكسب الثلاث ماتشات؟ لا مش مضمون طبعا مش مضمون مظبوط. فانا اللي بشتغل عليه بشتغل ايه في الوقت الحالي صحيح. فهي عايزه عشان كده بقول لك الاهداف مشتركه ما بين النادي وما بين الراجل اللي ما بين الراجل المدير الفني صحيح. عشان كده هم ماشيين في نفس الطريق. انا مهم بالنسبه لي الحسم في الوقت الحالي وبعدين بعد ما اخد البطوله افكر بعد كده هل انا محتاج اشتغل على الارقام الشخصيه كمدير فني ما اخسرش ولا ماتش في السيزون ولا انا خلاص اكتفيت بالبطولات وان انا عايز اعمل الانجاز كبطوله فقط لا غير. هي دي وارقام قياسيه للنادي برضه اكيد ما هو الكابتن هي مشتركه لكن بلال اتفضل كده ما احنا بنلعب كنادي اهلي دايما على مبدا واحد المكسب المكسب طبعا صحيح. هو ده المفهوم لا اللي احنا بنتكلم يا كابتن على نوعيه بص يا كابتن في رقم في ارقام في ارقام عباره عن بطولات انا فاهم وفي ارقام مباريات الاول يجيب البطوله انا بالنسبه لي كنادي بفكر في البطوله البطوله اولا صح رقم واحد ده لازم فانا عايز دلوقتي ايه انا مش كنادي اكيد طبعا مدير فني طبعا كابتن بس انا بالنسبه لي رقم واحد ايه البطوله احسم طبعا انا النهارده المباراه اللي جايه احسم الاول لا لو كسبت الماتش انا بالنسبه لي خلاص يبقى انا بطوله هنقول ايه بقى بطوله الدوري العام وبطوله الكاس وبطوله السوبر وافريقيا وكاس مصر وهدخل على بطوله ثانيه مختلفه. طب ما تيجي نشوفه بقى قبل السؤال تعال نشوف بقى مستر كولر نفسه قال ايه بعد المباراه. sehr gut gestartet, sehr gut angefangen, waren konzentriert, waren aggressiv und haben zwei Tore erzielt. Und dann ja, haben wir eigentlich dann ja, die Spannung verloren. Wir haben gedacht, das geht von alleine und wir können das 2-0 reicht. Und ja, Itiet hatte dann viele Möglichkeiten, wie eigentlich noch keine Mannschaft diese Saison gegen uns mit der Torchancen. Zum Glück haben sie für uns kein Tor erzielt. Und ich habe das dann zweite Halbzeit angesprochen, dass wir weiter ja, konsequent sein müssen, dass wir weiter kompakter stehen müssen, sonst ja, werden sie sicher noch ein Tor schießen. Und das war dann zweite Halbzeit besser. Ich habe aber auch Verständnis, weil die Spieler natürlich auch im Kopf müde sind, weil sie in dieser Saison sehr viel Gutes geleistet haben. Und ich kenne das auch, dass man dann halt auf einer gewissen Zeit, wenn der Kopf voll ist, wenn die Beine nicht mehr so mögen, wenn der Kopf, auch der Wille nicht mehr so da ist, dass dann eben solche Spiele passieren können. Wir konnten das natürlich auch mit unserer Erfahrung dann zu Ende bringen und sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، بدأنا بشكل اكتر من رائع، كنا شرسين جدا، كنا مركزين جدا وعملنا كل حاجه احنا عايزينها في اول 12 دقيقه وجبنا جونين. بعد كده حصل حاله من التراخي وبدأ اللعيبه تتصور ان احنا هنقدر نكمل الماتش كده لوحده، هو كل حاجه تمشي لوحدها وهنكسب كده من غير ما نعمل اي مجهود. بدأ الاتحاد يخش في المباراه، الاتحاد خلق في الشوط الاولاني اكبر عدد من فرص اتخلق علينا في من اي فريق في الدوري من اول الدوري في شوط واحد، خلق فرص كتير جدا لكن حظنا الحلو انها ما جاتش جوان. دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل شديد شويه وقلت لهم ان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل على كده، وان احنا لو لعبنا الشوط الثاني بنفس الطريقه بتاعت الشوط الاولاني دي هيخش فينا جوان اكيد.
وطلبتهم بالتركيز والهدوء وديت بعض التعليمات. الشوط الثاني كان احسن شويه، لكن انا عاذر اللعيبه جدا، بيبقى صعب جدا بعد موسم طويل زي الموسم اللي احنا عملناه، بعد ما بتقدر ان انت تحقق كل اللي احنا حققناه في الموسم ده. لعيبه عملت ماتشات هايله، عملت موسم عظيم جدا، بتوصل لمرحله كلاعب كوره زي اي انسان خلاص بتبقى ذهنيا مش قادر، رجلك بتبدا انها مش قادره تشيلك، مش قادره انها تدي الاوامر، عقلك بينفذها هو مش قادر، تركيزك بيقل، الرغبه بتقل، الحماس بيقل، كل ده طبيعي جدا وانا مقدره جدا. لكن اللعيبه دست على نفسها شوط تاني وحاولت انها تعمل كل حاجه انها تطلع من الموضوع ده بشكل كويس. خبراتنا ساعدتنا كتير، الخبرات اللي عند اللعيبه اللي عندنا قدرت انها تتغلب على الموقف ده وتتغلب على الصعوبه دي، وقدرت انها توصل للمباراه لبر الامان وان احنا نطلع بالمكسب المهم ده. مبروك طبعا الفوز في الانزيك باي بيشتيج بومشن للنادي الاهلي للاهلي نيه زوم زوم مايسترشاف يعني اثرت، خليها مردود سلبي على لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني حسوا ان خلاص الماتش خلص. وكل ما يعني المباراه الاخيره النادي الاهلي كل 48 ساعه بيلعب مباراه، النهارده في اربع ايام راحه قبل مباراه القمه، شايف ان تركيز اللعيبه كان مشغول بمباراه القمه اكتر من مباراه الاتحاد النهارده؟ دول خمس اسئله على فكره. Das sind fünf Fragen in einem. So, das erste dann, glauben Sie, dass die zwei frühen Tore haben das einen negativen Einfluss auf die Mannschaft gehabt, dass die Spieler gedacht haben, okay, das Spiel ist schon erledigt und das Spiel ist einfach. Und dann haben die Spieler nicht so konsequent gespielt dann und ein bisschen unkonzentriert geworden nach die zwei Tore. El Ahly spielt jetzt dann alle 48 Stunden fast dann ein Spiel. Jetzt bekommt er dann vier Tage zwischen dieses Spiel und das Spiel gegen Zamalek dann am Donnerstag. Glauben Sie, dass die Spieler dann gedanklich dann bei dem Spiel gegen Zamalek waren und die Konzentration war eher auf das Spiel gegen Zamalek zu früh? Ja, also ich glaube schon, dass die zwei Tore ein bisschen dazu beigetragen haben und so schnell, dass wir halt ein bisschen Spannung verloren haben, dass wir gedacht haben, ja 2-0 und jetzt können wir ein bisschen Tempo wegnehmen. Und das Spiel hat gezeigt, dass das eben nicht geht, weil der Gegner dann offensiv geworden ist, weil wir defensiv nicht so konsequent gearbeitet haben und dann gab es Möglichkeiten. Zum Glück für uns haben sie keine Tore erzielt. ممكن جدا طبعا ان الجونين اللي جم بدري زي ما انا قلت في الاول ان هم ادوا لحاله من التراخي، ان احنا فقدنا الشده بتاعتنا، فقدنا تركيزنا شويه، وبدات اللعيبه تحس ان الموضوع الماتش سهل وهيمشي لوحده. لكن لعيبه الاتحاد وريت لهم درس ان هم لما تتراخى ممكن اي فرقه انها تخلق عليك فرص، وده اللي عمله الاتحاد، خلق علينا فرص كتير جدا في الشوط الاولاني، وده لان احنا ما كناش كومباكت، ما كناش واقفين بشكل مظبوط دفاعيا كمان. خطوطنا ما كانتش متقاربه في الشوط الاولاني، كان في عمليه استهتار شويه في الشوط الاولاني، لكن احنا تداركنا ده في الشوط الثاني، فممكن فعلا الجونين دول ادوا ان اللعيبه استسهلت الماتش شويه. Ich glaube nicht, dass die Gedanken beim Zamalek-Spiel waren, sondern dass halt einfach auch eine Müdigkeit da ist. Wir haben extrem viele Spiele, extrem viele Reisen, waren in anderen Ländern und das macht halt einfach auch müde. Und irgendwann ist die Batterie leer. Und dann muss man wieder aufladen. Und wir haben jetzt, ich habe zwei Tage freigegeben. Und von daher war die Freude natürlich auch fast größer als über den Sieg. Und das ist wichtig, weil man eben auch abschalten muss. Man muss mal zur Familie gehen können, man muss mal Fußball weglassen. Und das ist aber in dieser intensiven Zeit fast nicht möglich. اعتقد لا، يعني بختلف مع حضرتك في نقطه ان التفكير كان في ماتش الزمالك، الموضوع كان اكتر منه ارهاق وتعب، ارهاق ذهني وبدني كبير جدا. احنا معديين على موسم طويل لفينا فيه تقريبا القاره كلها، كم سفر كبير جدا، اقامات في فنادق، بتبقى بعيد عن اهلك فتره طويله، سفر وتعب وماتشات، ضغط ماتشات كمان مخيف، بنلعب كل 48 ساعه ماتش، فاللعيبه كانت مرهقه جدا، لدرجه ان انا قررت ان انا ادي اللعيبه النهارده، قلت لهم انتوا ليكوا يومين اجازه، او ما قلت لهم يومين اجازه لقيت اللعيبه فرحانه اكتر ما فرحت بالثلاث نقط بتوع النهارده. فده بيبين لك قد ايه ان اللعيبه فعلا خلاص بدات تحس بتعب، بدات محتاج تشحن البطاريه بتاعه اللعيبه دي، محتاجين يشوفوا عيلتهم، محتاجين يشوفوا اسرهم اللي ما بيشوفوهمش خالص بقالهم فتره طويله جدا. كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا وبتاثر على لعيب الكوره لانه في الاخر انسان.
فاحنا بنحاول ان احنا نشحن البطاريات دلوقتي ونقدر ان احنا نفنش الموسم كويس ان شاء الله. Wenn du dann nachher dann über die Fans sprechen möchtest, dann und wegen Samanek und Publikum, nur kleine Erinnerung, wenn du das ansprechen möchtest. Sie haben dann in ihrer ersten Saison mit Al Ahly fast alles dann geholt. Ob nicht alles schon geholt, was Al Ahly dann vom Wettbewerb dann gespielt hat. Und das ist dann etwas legendär. Glauben Sie dann, wie werden Sie nächste Saison die Motivation dann der Spieler nochmal dann erneuern, dass sie weiter so dranbleiben und auch weitere Siege dann oder Titel holen wollen? Und haben Sie sowas erlebt in Ihrer Karriere, dass Sie in Ihrer ersten Saison so viele Pokale holen? Wir sind noch nicht zu Ende, also von daher mache ich mir noch keine Gedanken über die nächste Saison, weil die läuft ja noch, wir haben noch ein paar Spiele. Und nein, ich habe weder als Spieler noch als Trainer so eine Saison erlebt, wo man, wo wir fast alle Titel geholt haben. احنا لسه ما خلصناش الدوري، بالنسبه لي الموسم لم يحسم بعد، الموسم لم ينتهي بعد، لسه عندنا ماتشات كتير لغايه اخر الموسم. فبالتالي مش هتكلم على حاجه على الموسم الجاي واحنا لسه اصلا ما خلصناش الموسم اللي احنا فيه. بالنسبه للنقطه الثانيه لا ده اول مره حتى في تاريخي كلاعب او حتى كمدرب ان انا اعيش موسم زي ده ان انا اخد كم الالقاب دي في موسم واحد، لا ده جديد عليا. Ich gratuliere dann für den Sieg. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir haben heute ein gutes Spiel gezeigt. Ich will eine wichtige Sprache. Fehlen von oder Abwesenheit von Mabululu und von Ammar hat Al Ahly geholfen, dass sie beide dann verletzt waren und heute nicht gespielt haben. Die zweite Frage ist, die Auswechsel, die sie gemacht haben in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach haben nicht viel gebracht oder nicht viel geholfen. Was ist Ihre Meinung dazu oder was sagen Sie dazu? Ja, also jetzt im Nachhinein wissen wir ja nicht, ob das jetzt einfacher war oder stärker war. Sie haben zwei Verletzte und haben, oder die haben nicht gespielt. Klar, Mabulu ist Torschützenkönig, hat die meisten Tore gemacht für sie. Und wenn natürlich so einer nicht spielt, dann ist das sicher besser für uns als für den Gegner. Und ja, die Wechsel. Also wir haben die ich rausgenommen habe, die haben viele Spiele gemacht, das Ali und Dieng, die haben intensiv gearbeitet, jetzt auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Und das war nicht, ich habe sie nicht rausgenommen, weil sie schlecht gespielt haben, sondern weil sie halt einfach viele Spiele gespielt haben. Ne? Und dass man dann das auch irgendwann mal sieht und gewisse Müdigkeit da ist, der Spieler will grundsätzlich immer spielen. Aber ich als Trainer muss schauen, dass wir nicht in Verletzung laufen, dass wir versuchen, ja, das aufzufangen und auch für das nächste Spiel wieder vorzubereiten. Also das ist ja, eigentlich der Weg, den wir gehen müssen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Samalek-Spiel, das ist immer ein Derby und intensives Spiel, da müssen wir auch alle bereit sein. Ich hoffe auch, dass viele Fans von uns da sein werden und dass die Regierung auch zulässt, dass man da wieder mal eine richtige Feier machen könnte und dass die Fans, die ja hier in Ägypten den Fußball lieben oder das ganze Land liebt den Fußball. Und ja, kann ich eigentlich nur sagen, es ist schade, wenn jetzt auch hier in so einem großen Stadion nur so ja, 2500 Leute sein können. بالنسبه للسؤال، الشوط الاولاني من السؤال، الواحد بعد المباراه ما يقدرش يعرف حاجه زي كده، هل كان لو كانوا لعبوا كان هيبقى ليهم تاثير او ما لهمش تاثير؟ مابولولو بالذات طبعا هو هداف الدوري وهو اكتر لاعب جاب اهداف للاتحاد، فبالتالي بالتاكيد غيابه ممكن يكون كان ميزه لينا، لكن في النهايه بعد المباراه ما تقدرش تعرف، الواحد ما يقدرش يعرف فعلا هل كان هيبقى فيه تاثير ولا لا، خصوصا ان احنا كنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل في الشوط الثاني. بالنسبه للجزء الثاني من السؤال،
التغييرات كلها كان اغلبها عشان خاطر اريح اللعيبه. علي معلول بالذات وديانج لعبوا ماتشات كتير جدا الفتره الاخرانيه، بيلعبوا ضغط ماتشات غير عادي، معلول تقريبا ما بيغيبش خالص، فكان لازم ان انا اريحه ولازم اطلعه، مش عشان هما لعبوا وحش، انا خرجت وبدات اخرج الناس شويه بشويه عشان عامل الارهاق. مهم جدا مع الضغط اللي احنا فيه ده ان انا احاول احافظ على اللعيبه من الاصابات، احاول ان انا اريح اللعيبه مع الضغط ده، وخصوصا ان الدنيا ماشيه كويس واللي بينزل اصلا بيأدي نفس كفاءه اللي بيلعب. فبالتالي مع الضغط ده واحد زي علي معلول بيلعب كل الماتشات دي، ما اقدرش ان انا اضغط عليه اكتر من كده، فبحاول ان انا اريحه، وخصوصا ان احنا داخلين على ماتش الزمالك، ماتش الزمالك ماتش ديربي، ماتش مهم جدا لجماهير النادي الاهلي، فلازم ان انا احاول ان انا احافظ على اللعيبه لغايه لما اوصل لماتش الزمالك. احيانا اللاعب بيبقى متضايق وزعلان طبعا ان هو خرج، لكن انا كمدرب مهم جدا ان انا ببص لمصلحه اللاعب ومصلحه الفريق، ان انا احمي اللاعب من الاصابات، احمي اللاعب من الارهاق، عشان اقدر ان انا احتفظ بيه اطول فتره ممكنه. وبالكلام على ماتش الزمالك، فانا بوجه رساله ان بتمنى ان في ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي الجمهور يبقى مقفل المدرجات، ان جمهور النادي الاهلي يحضر بالمدرج بالكامل. رساله للحكومه المصريه انها تسمح للجماهير انها ترجع للمدرجات تاني. الجمهور المصري بيحب الكره جدا، ده بيدي صوره عن الامن والامان في مصر مهمه جدا. خساره ان احنا ماتش زي النهارده في استاد كبير بالمنظر ده ويبقى ما فيهوش غير 2000 متفرج ولا 500 متفرج، المنظر مش حلو، فلازم ان يبدا يتحرك في النقطه دي اكتر من كده واسرع من كده، ان احنا نسمح بحضور الجماهير مدرجات. الكره بتتلعب عشان الجمهور، وبيبقى شكل الجمهور المصري لما بيملى المدرجات دايما جميل ودايما مشرف. فبتمنى ان الجمهور المصري او جمهور النادي الاهلي يحضر بكثافه كبيره جدا ويتملي الاستاد بالكامل في ماتش الزمالك ان شاء الله. فين دانك المدير الفني للنادي الاهلي مستر كولر، طبعا زي ما شفنا في المؤتمر كان سعيد جدا بالمكسب، اتكلم على البدايه اللي هو بيتمناها دايما، بدايه كانت اكثر من رائعه. بعد ما سجل الفريق نفس الكلام اللي احنا قلناه هدفين، حصل نوع من الاطمئنان شويه، بالتالي دخل نادي الاتحاد اجواء المباراه، كانت ليهم بعض الفرص الخطيره، لكن في النهايه خبرات لعيبه النادي الاهلي تفوقت على صعوبه المباراه، والفريق كسب 3 نقاط مهمه. طبعا برضو رجع تاني قال تسجيل هدفين بدري خلق نوع من الطمانينه عند اللاعبين، فالخطوط كانت بعيده شويه عن بعض، وماتش اليوم بيدي درس في النقطه دي. طبعا بين الشوطين قال طالب اللعيبه بالتركيز، كلنا سمعنا طبعا، والهدوء، بيلتمس العذر للعيبه بعد هذا الموسم الرائع. اتكلم على حاله الاجهاد الشديده اللي احنا اتكلمنا عنها الاستوديو اللي فات، قلنا برغم حاله التدوير انما واضح جدا 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 ان في اجهاد عند معظم اللعيبه، سواء اجهاد بدني للبعض واجهاد ذهني للبعض الاخر. بيلتمس العذر اللعيبه طبعا بعد الموسم دوت، واللعيبه طبعا الموسم ده تعرضوا لحاله شديده جدا جدا من الاجهاد، موسم طويل وارهاق شديد وتنقلات بين الملاعب المختلفه وبين القارات المختلفه، وكل ده عشان خوض المباريات المحليه والقاريه. واكيد اللعيبه دي بشر يعني، محتاجه لراحات، محتاجه تقعد مع اهلها، محتاجة تشوف أسرهم، ولكن في النهاية النادي الأهلي السنة دي حقق كل البطولات حتى الآن. كلموا عن التغييرات، قال أغلب التغييرات النهاردة كانت لإراحة البعض والخوف على إصابتهم، خصوصا إن احنا في مباراة ديربي مع نادي الزمالك، وهو يشعر طبعا بأهميتها. وفي النهاية هو طلب يعني ان مباراة الزمالك يبقى الحضور بالسعة الجماهيرية الكاملة. كابتن شريف، كلام منطقي من مستر كولر، طبعا واضح عليه السعادة بنتيجة المباراة، وان هو خلاص تقريبا بنسبة 99.9 زي ما قال كابتن بلال وكابتن أسامة وكابتن عادل، لا كابتن عادل لا، كابتن بلال وكابتن أسامة، ان خلاص 99.9 انت خلاص هتحقق البطوله الخامسه هذا الموسم. الحمد لله، والراجل بيتكلم بنفس الكلام اللي احنا كلنا قلناه الحقيقه.
واحنا في كل مره بنلتمس العذر للعيبه، وفي كل مره بنقول ان ده نهايه موسم، ولعيبه بنشكرهم وادوا مجهود كبير جدا على مختلف البطولات اللي هم بيلعبوا فيها، حققوا العلامه الكامله في كل حاجه، وده كلام طبيعي جدا الراجل حاسس بيهم الحقيقه. وعشان كده بيحصل عمليه تدوير دايما في الفريق، يعني بنشوف هو عارف امتى بيدخل ده ويخرج ده. الكلمه اللي انا دايما بقولك عليها، هو الفتره دي عنده حاجتين، بيحافظ على اللعيبه كلها وعنده مردود لبعض اللعيبه بيحاول يحسسهم خشوا بقى. لا هو قال نقطه يمكن ما قلتهاش، قال لك ايه، اغلب التغييرات فعلا كان هدفها الراحه والحفاظ عليهم من الاصابات، وخصوصا ان البديل بيؤدي بنفس كفاءه اللاعب اللي بيشارك. على حسب هو الشكل بتاع التاهيل، بيقول له النهارده طاهر محمد طاهر يقدر يديك 30 دقيقه، يقدر يديك 20 دقيقه، المره اللي بعدها طاهر ممكن يبتدي ياخد زياده او يبتدي المباراه قدام، خلاص فتح نفس والبيز اصلا القوام الاساسي بتاع اللاعب نفسه ما هو موجود. احنا مش هنقيم لسه في اخر السنه طاهر وشحات وبرستاو، لا لا لا، ده نتاج السنه كله واضح، كله هتلاقيه بارقامه، كله ده جايب كام هدف، ده كام اسيست، ده كان فين وبقى فين، يعني الحكايه كلها متوزعه على خريطه وعاطق المدير الفني، هو المسؤول عن كل حاجه. ايوه كل حاجه بتحصل، لو حصل اي البلس والنجاحات كله بياخدها وبيقف يتصور. ان شاء الله الماتش الجاي كله هيقف يتصور من اولنا لاكبرنا لاصغرنا، انت فهمتني قصدي ايه، كله بيتصور. لما بيحصل اخفاق واحد بس هو المدير الفني اللي بيبان اللمبه بتبان عليه، او المسؤول، فهمتني، اللي هو عنده المسؤوليه كلها. ف طبيعي قوي الراجل بقى بيتكلم بطبيعيه، بيتكلم باحساس المدير الفني اللي حاسس بالادوات وكل حاجه اللي تحت ايده وبالموقف اللي هو وصل له. فانتوا قعدتوا تتكلموا على تحطيم ارقام وحاجات كده، الراجل حاسس انه في حاجه كل يوم خايف عليها، بيخاف عليها اكتر، بيحاول يركز فيها اكتر. فانا لو قال لك انا هاخد بكره اجازه اللعيبه كلها وارجع يدخلهم كلهم معسكر، ده مش غلط يعني، ده لو عمل كده، وانا اعتقد انه مش هيعمل كده، بس يمكن يجي قبل ماتش الزمالك بيومين كده يروح داخل معسكر، وده السليم وده الصحيح يعني. لو قبلها بيومين ما يبقاش ليلته مباراه فقط يعني. فدي بتفرق معانا كتير قوي، وخاصه مع اللعيب المصري يعني. ولكن هو من مجمل الحديث اللي هو اتكلم فيه، راجل خلاص حط ايده على المنظومه كلها، وحط ايده على اللاعبين كلهم، وعارف احتياجات كل لاعب ايه، وعارف ياخد منه امتى وامتى يديله وامتى يقعد يتكلم معاه. وعنده خريطه كبيره بقى، كنت انت لسه بتتكلم فيها انت وعادل، اللي هي الخريطه اللي جايه. ايوه هيريح بعد الحسم، هيريح بس عنده تلاحق بطولات تانية، وهيريح بعض اللعيبه في 3 4 مباريات، عشان دي لعيبه قوام اساسي بالنسبه لهم، ما يبقوش اصابات بقى، ما هو كده العضل الزن على العضل كتير قوي. أيوه. احنا ايامنا احنا بنلعب، كنا بنلعب كل اسبوع ماتش، النادي بتلعب كل 3 ايام ماتش، وفي 48 ساعه بيريحوا، وزي النهارده كده ده ريحوا 48 ساعه وبيلعبوا يوم السبت اللي هو النهارده. فحكايه جامده جدا على اللاعب نفسه. وبعدين اللاعب ساعات بتجيله حاله، ايمن كلنا عارفين بيزهق، بيزهق يعني، انا بزهق خلاص، تشبع وبكسب والحمد لله والدنيا ماشيه، طب ما وتعبت، طب ما فتح ياخد شويه، انا ايه اللي هجرها، طب ما انا رايح شويه وخالد ما هو زي ايه اللي بيحصل ده، دي نوعيه ودي نوعيه، ده بيروح على اليمين وعارف امتى يباصي، وده بيروح على اليمين ويرفعها، كل واحد ليه لون وليه طعم. ايوه انما هتلاقينا زي ما قال عادل كده قريبين من بعض، 18 اساسيين صحيح موجودين. فطبعا ده كوتش النتائج اللي هو عاملها وصلته لمرحله يحدد فيها كل حاجه، يحدد فيها الفتره اللي جايه شكلها ايه، يحدد فيها المطلوب منه ايه. وبالتوفيق طبعا، وجود لك ليه، وجود لك لفرقتنا في الاول والاخر وللعيبه، وان شاء الله نبارك لبعض يوم باذن الله ربنا ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف اتكلم على مستر كولر وبالارقام اللي عندي، بس هنتاكد منها من الاعداد، 53 مباراه و40 مكسب و9 تعادل و4 خساره، والاربعه خساره كانوا في 2 في كاس العالم للانديه و2 في البطوله الافريقيه دور المجموعات. سجل
بالنسبه للارقام اللي عندي لحد ما الاعداد برضه جيب لي الارقام الصحيحه، 95 هدفا، استقبل 28 هدف، خرج بسباك نظيفه في 34 مباراه. هنا عايز اسال سؤال، يعني حضراتكم الاربعه كل واحد شايف نقطه سريعه يقول لي معيار الحكم على المدير الفني، هل هي النتائج؟ هل الاداء نتائج واداء مرتبط بالنتائج، ولا ايه معيار الحكم من وجهه نظرك؟ لا طبعا الشواهد كلها بتتكلم عن نتائج. النهارده لما بقى في خمس بطولات ما شاء الله عامل العلامه الكامله، وبعدين في مخيلتي كمان لو عايز تدور على الاداء وشخصيه الكوتش نفسها ايه اساس كل شيء الحقيقه. هو طبق لنا معادله صعبه جدا، انه مسك المسؤوليه قدر يقود سفينه لغايه هذا الشكل وهذا الوضع اللي احنا فيه. اذا هذا مدرب موفق من كل شيء، مخه كويس جدا، اداك العلامه اللي انت بتتمناها، اصبحت الجماهير كمان معانا مش احنا بس كمقيمين يعني، او لا لا لا، وانت بتقيم. انا ملعب ده قدام ريال مدريد وامسك ريال مدريد 40 دقيقه، ها ايجاليتي، وانا اللي بروح على الجول، وانا لو عندي حظ شويه ابقى انا متقدم 2-0 لولا بغلطه اعتقد ما اعرفش كان مين نص ملعب رجع كوره بدون اسماء يعني، وحصل الهدف الاولاني مع فينيسيوس هو اللي دخل. انت انا هنا ببتدي اتكلم على هذا الكوتش الذي لا يبالي ويلعب قدام فلامينجو ويتفوق على فلامينجو ولعبته تديله ولعبته تسمعه ولعبه تثق فيه وهو يثق فيهم ويعرف يطلع الامكانيات. النتائج اساس كل شيء بس اوعى تقول لي ان هو ما وصلنيش للاداء كمان. لا انا النهارده بقعد اتفرج على الاهلي مش عارف هكسب 2 ولا 3 وما عنديش مشكله خالص، مرتاح. انا عايز اروح اتفرج مع الناس اللي في الجماهير اللي بتعيط دي، عايزين نروح نتفرج معاهم وننبسط زي ما كنا زمان. احنا هنكسب 3 ولا 4 ده. صحيح. الراجل ده موفق وكوتش كوتش كويس جدا. كابتن مسام انت بتتكلم بصفه عامه؟ بصفه عامه. اكيد اي حد في شغل معين نتائجه هي اللي بتفرق رقم واحد. أيوة. او ده التقييم الاولاني، المعيار الحقيقي في الحكم عليه النتائج، ده المعيار الاولاني. أيوة. ما انا جايبك عشان تعمل لي نتائج، فنمره واحد النتائج جيده خلاص بياخد تقييم النجاح. ولكن بقى التفريق بين مدير فني عالي قوي ومدير فني اقل شويه ومدير كويس او بتاع، مش النتائج بس، نتائج جزء من الحكم. والدليل على كده، والدليل على كده ان احنا حتى كنادي اهلي انت في مدربين كتير جدا مروا علينا المعظم بيكسب صحيح. في نتائج ناس عملوا نتائج عاليه قوي وناس عملوا نتائج اقل، بس انت هتلاقي في تاريخك عدى عليك 10 15 واحد ممكن احنا نكون بنقيم واحد او اتنين، رغم ان ممكن يكون نسبه كبيره فيهم عملوا نتائج كويس، بتقول فلان برده افضل من فلان. لانه برده بقى هتبقى الاداء هيبتدي يخش، اضاف طريقه لعب جديده، ادخل لعيبه مثلا بطريقه معينه، غير مراكز لاعبين واجاده، طور من اداء بعض اللاعبين مثلا، بعض اللاعبين. لكن الحكم الاولاني هيبقى على النتائج طبعا. الحكم الاولاني ما ايمن، انا لو ما عملتش نتائج جيده وما نجحتش الجمهور هيقلب عليا، الاداره غصبا عنها الثقه هتفرق يعني بينها وبين اللعيبه نفسهم، حتى لو ما يحققوش نتائج الثقه بتتهز بينك وبين المدير الفني. صحيح. كابتن عادل، ثلاث نقاط بسرعه وسرعه قوي علشان نعرف ان وقتك. اول حاجه تطبيق سياسه نادي، لانك انت ممكن تجيب مدرب لنادي وفي مدرب لنادي اخر، في مدرب تجيبه علشان تلعب في نص الجدول وفي مدرب تجيبه عشان البطولات. كويس. انت لو انا بفترض ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، يبقى انت هتجيب مدرب يطبق سياسه النادي في البطولات. ماشي. ومكسب البطولات طبعا، ومكسب المباريات طبعا. الحاجه الثالثه تعليه القيمه التسويقيه للاعب، ودي مهمه جدا، لانه كره القدم بقت اقتصاد. بمعنى انا اشتري استثمار لعيبه كاستثمار، انا ممكن اشتري لك لعيبه ب 5 مليون دولار، فانت واجب عليك انت مدير فني ان تخليهم لي 20 مليون دولار. وده اهم نقاط المدرب المحترف في الوقت الحالي في العالم، لانك انت ما تقدرش الانديه كلها
مديونه في العالم، ودي قضيه لازم نبقى عارفينها، دي قضيه كبيره جدا، ان كل الانديه عندها مديونيات كبيره قوي عشان قيمه اللاعبين بتبقى عاليه قوي على الانديه، فانت لما تعلي القيمه التسويقيه بتاعت اللاعبين في الحاله اللي زادت. زي ما احنا اتفقنا انت شفت انت عشان ماشي كويس الدنيا كلها بتشوف لاعبك، اكيد اكيد القيمه التسويقيه هتعلى كمان بمجرد حصولك على البطوله. هو فدي نقطه مهمه طبعا، والاداء ما في البطولات هتزيد القيمه في ايه؟ صحيح، في كتيم كوره كشكل، ولكن انا بكلمك الاداء الفردي ما بين لاعب للاعب، هبص تلاقي القيمه التسويقيه بتاعتك. زي بيرسي تاو مثلا اول ما جه قيمته التسويقيه، دلوقتي لو بيرسي تاو انت فكرت انك انت تشوف هو القيمه التسويقيه بتاعته كام، هتلاقيها ضعف. صحيح، اليو ديانج هتلاقيها ضعف. صحيح، علي معلول تلاقيه كان بكذا بقى كذا. صحيح كابتن بلال. هو بدون دخول في تفاصيل استراتيجيات الانديه، لكن انا وجهه نظري الشخصيه شايف النتائج اللي جايه من خلال الاداء. النتائج اللي من خلال الاداء وخصوصا مع الفرق الكبير. انا بكلمك على فرق كبيره خلاص، يعني بدليل عندنا دليل واضح وصريح. زين الدين زيدان خد 3 بطوله تشامبيونز ليج مع ريال مدريد، الريال، وجوارديولا خد 1 فقط لا غير مع مانشستر سيتي، ومع ذلك التقييم الفعلي او التقييم اللي الناس بتقيمه لاحسن مدير فني في العالم هو جوارديولا، عشان النتائج مصطحبه باداء جيد. فانا من وجهه نظري الشخصيه النتائج اللي مصطحبه بيكون صاحبها بالظبط. طيب كابتن شريف، قبل ما نطلع لفاصل نستقبل كابتن ناصر، رجل مباراه اليوم من وجهه نظرك، هو رجل مباراه اليوم من وجهه نظر المسؤولين عن المباراه كان بيرسي تاو. طيب انا هدي كهربا النهارده. كهربا ماشي، عايزين لعيب واحد يا كابتن اسامه لو سمحت. واحد بس بعد اذنك. متاكد؟ بيرسي تاو. بيرسي تاو، بيرسي تاو النهارده احسن من وجهه نظر. طيب كابتن عادل شايف انه بيرسي تاو. بيرسي تاو. طيب كابتن بلال كهربا، محمود كهربا. احنا 2-2. احنا في حته ثانيه. احسن لا، محمود كهربا كان كويس، وحسين شحات كان كويس، على كان بيقول على طول عشان بس احنا بنتكلم. محمود كهربا. طيب احنا 3 لعيبه كان في حته ثانيه دول. في لقطه عايزين سريعا بس اللقطه لو موجوده نعلق عليها، دي نتيجه الكلام كمان اللي احنا قلناه. بص حاله الود والحب ما بين مستر كولر ولعيب النادي الاهلي، على فكره في فتره زمنيه قصيره جدا جدا جدا، لسه مستر كولر ما كملش 10 شهور تقريبا مع النادي الاهلي. واللقطه واضح جدا عايزين نقول ايه، لقطه اسريه ولقطه عاليه، بس هي دي او هو ده النادي الاهلي. دي هو ده مهمه جدا النادي طبعا. برافو عليك كابتن. بس حاله الفرح، بص حاله الفرح، وبص اللعيبه هتعمل ايه. بص حاله الفرح والوشوش اللي بتضحك دي والكلام ده ناتج عن السؤال اللي انت سالته لنا. النتائج، البطولات، انت خدت كل البطولات اللي اشتركت فيها، فبتعمل جو. بص اللقطه، بص اللقطه طبعا دي. اللقطه دي كمان فيها ايه؟ لقطه جميله فيها تفاوض، فيها تفاوض، عارف على ايه؟ ايوه على اجازه بكره. بس هي بص لقطه جميله جدا برضه بين المدرب واللاعبين على ممكن عاوزين يديهم. بس بقول لك ايه، بعد اللقطه دي صحيح الاعداد بيقول لي يومين اجازه. ايوه ما هي دي. هقول لك على حاجه، احنا في حاجه هي دي اللقطه، في حاجه الأجازة. في حاجه ما اديناش حقهم كمان. الجهاز المساعد بتاع مستر كولر طبعا حاجه مفتخره على كفاءه عاليه جدا جدا جدا. صحيح، بقول لك يا كابتن مستر كولر دي ممكن يكون رايح وعنده يومين اجازه، فيبدا معاهم بيوم واحد. ايوه، فيلمهم اللمه دي بعد اللمه دي واقول لهم خلاص اديك يوم تاني. فاهمني؟ عموما هو رجل يستحق الاشاده فعلا، ولاعيبه النادي الاهلي يستحق الاشاده، ويستحق الاشاده الاكبر منظومه، ويستحق الاشاده الاكثر جماهير النادي الاهلي العظيمه. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحدي كابتن ايمن، تحدي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، نصام عرابي، والكابتن علي عبد الرحمن، والكابتن بلال. اهلا كابتن. اهلا كابتن.
مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن، وهارد لك لنادي الاتحاد السكندري. سريعا بنقول محمد معروف مبروك على كاس العالم اللي هو لسه راجع من كاس العالم، ادار 3 مباريات هناك وخد يمكن درجات عاليه جدا جدا في كاس العالم، ودي حاجه جميله جدا لحكامنا لابد ان احنا هنا في قناه الاهلي بنشيد بيها. قدم مردود كويس قوي قوي يا كابتن شريف معروف هناك، وحصل على درجات كويسه هو والحكم الفار عمرو الشناوي. امتدادا للمباراه اللي عملها معروف النهارده هو جاي فايق جدا جدا يا كابتن اسامه. سبحان الله، قرارين وانا يمكن هجيب الحالات، ركله الجزاء الاولى والهدف الثاني، حاجه تميز وفوقان من الحكم. طاقم التحكيمين النهارده كان محمد معروف وكان سمير جمال الحكم المساعد الاول، العقاد كان مساعد ثاني صبر ابراهيم رابع، وكان على الفار الحكم عبيد السيد ورجب محمد. نروح لاول حاله واحنا بنتكلم واحده واحده، وهنا بنقول ثقافه تحكيميه بلا حدود في قناه النادي الاهلي. شوف يا كابتن، انا اول حاجه هروح لها ستوب. الحكم يبعد بالظبط 3 خطوات او خطوتين يا كابتن، ودوت من غير ما تفكر يا كابتن بلال. قلنا يا كابتن شريف الحكم طالما موجود في الحدث 80% 70% القرار بيبقى صحيح. ليه؟ تفاصيل الحاله. شوف هنا عنده القراءه، هنا بيعمل سبرنت، الشحات هنا قطم ورجع، ماشي نمشي نمشي نمشي، قرب شويه تعطيل الشحات يمكن قرب كمان معروف من الحاله، حاله العائقه موجوده بالركبه في الركبه، قرار سهل تحكيميا، ولكن اللي سهل القرار هو حكم المباراه محمد معروف. بحييه على هذه الحاله سريعا عشان ما اعرفش عليها، ولكن كان ممكن حكم ثاني يتكاسل. اللي جايه دي بقى مهمه جدا 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 يا كابتن شريف. هنا في اعتراض من الجهاز الفني للنادي الاهلي على مخالفه تسبق هذا الهدف، نشوف وشوف هو يمكن هو عشان فايق بص عمل ايه. نروح ستوب. الشكل دوت المخالفه موجوده بتهور يا كابتن بلال، وهنا معروف كان ممكن يعمل تريت ويصفر ويقف اللعب، ولكن عنده القراءه وعنده الخبره خلى اللعب يتواصل. نشوف ايه اللي حصل، نشوف ايه اللي حصل. هنا بيرسي تو وكهرباء، وهدف يحسب اولا للحكم لان هو اتاح الفرصه فيه، وبالتالي ده اللي احنا بنقوله للحكام، خلي الحكم دايما يضيف المتعه على المباراه. شوف بقى لما رجع، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ هنا بي 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 بيعتب عليه، يعني بيقول له يلا ما انت ما حسبتش ليه المخالفه ديت، هو هنا بيدي اشاره اتاحه الفرصه. تمام، بص هيروح بقى، بص بص رايح فين بقى، بص كده كابتن اسامه، يا ريت تجيب لنا اللقطه بتاعت معروف والجهاز، وعاوز يقول لهم يا جماعه انا يعني انتوا عاوزين فاول، بس انا خليت اللعب يتواصل وجبت الهدف. طب السؤال هنا يا كابتن، يعني تمام، هو عشان دخل الجول ما ياخدش انذار للاعيب؟ ده كلام مهم، ده كلام مهم، ده دخول بتهور. حتى لو دخلت جون ارجع اودي البطاقه. هو احتسب الهدف وقرار جميل، ولكن كان يجب ان هو يرجع للبطاقه الصفر نتيجه اللعب بتهور. الحاله بعد كده تمام كده يا كابتن عادل، يعني هو ماشي النهارده بشكل. هو هنا خلي بالك خالد غندور هنا يحمل البطاقه الصفراء نتيجه العرقله والتهور. خلاص يعني اقول لك هو النهارده كان فايق بصراحه، ونشوف هنا خالد غندور هنا، شوف الرجل الشمال رايحه تمام، وهنا تعطيل هجوم قول، عندنا تهور قول، هنا بطاقه صفراء مستحقه لخالد غندور ضد القندوسي. قرار صحيح من معروف. اللعبه الثانيه اللي جايه بس عشان نقول للناس حاجه مهمه جدا جدا، الفرق بين التهور والقوه الزايده. القوة الزايدة هتلاقي فيها، معلش سامحني برجعه، معلش القوة موجودة، المسافة اللاعب اللي بيعمل تاكلينج جاي من مسافة يا كابتن أسامة، تاكلينج جاي من مسافة وفي قوة، وفي الكرة للسترز بيروح للرجل، غير اللعبة اللي هي ايه ممكن وانا في مكاني احط السترز في رجل اللاعب، هنا المسافة والقوة قلت. ولكن نشوف هنا خالد غندور من المسافة اللي جاية ديت، نعيد اللعبة ونشوف. هو هنا طبعا ادى البطاقة الصفراء، بص ممكن تبقى طرد مباشر. الله عليك كابتن اسامه، طبعا هو طرد مباشر، طبعا طرد مباشر طبعا، بس هو قال لك اللاعب يحمل بطاقه كابتن معروف، ما ينفعش الكلام ده طبعا، لا لان طرد مباشر مباراتين، مباراتين غير البطاقه، مباراه واحده في بطاقه. نشوف الحاله دي كابتن بلال تاني عشان نفرق ما بين التهور والقوه الزائده. اللاعب بص نرجع تاني، معلش يا برجاوي انا عاوز بس اوريك المسافه اللي جاي بينها خالد غندور، بص جاي ازاي، بص 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 المسافه والقوه والسرعه والستارز طبعا. طرد يا معروف مباشر انت، يعني يحمل البطاقه وانت اديت الصفرة الثانيه، لا خلي بالك هنا طرد مباشر، وكان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله. ولكن بشكل عام هذا القرار لم يؤثر في نتيجه المباراه كابتن عادل، كان تقريبا في حاجه و80. اللي بعد كده
هنا حالة مهمة جدا جدا، هو قرب ونشوف، وهنا سقوط من لاعب الاتحاد السكندري، هو خلى اللعب يتواصل. نشوف يا كابتن بلال، كابتن شريف هنا من فوق، هل في مخالفة بالإيد؟ هل نسيب كده نمشي؟ احنا مش مع حد ضد حد، نمشي. أي. نمشي. ما لمسوش خالص يا كابتن. ومن تحت. في أسوأ الظروف كان يجب الفار في هذه الحالة استع الحكم. لابد، لتفاصيل الحالة مش موجودة قوي ومش واضحة. والحالة مش واضحة بالنسبة لي حتى كتصوير يا كابتن شريف، ولكن كان ممكن الفار هنا كان يستع الحكم في هذه الحالة. ولكن هنا معروف أمر باستمرار اللعب على أساس إن إيه السكوت جه نتيجة التنافس. أيوه. تمام يا كابتن، ولكن يعني لو تيجي تفاصيلها يعني مش واضحة قوي عندنا، ولكن لو كان الفار جاب الحكم فيها يرجع يشوف الحاله وياخد القرار الصحيح سواء على الاهلي او ضد الاهلي. اللي بعد كده هنا بيرسي تاو، هنا قلنا التهور، فرق شعره ما بين اقصى درجات التهور والقوه الزائده او اللعب العنيف يا كابتن ايمن. هنا بيرسي تاو بيلعب، خلي بالك الرجل متنيه مش مفروده في الوش، هناك فرق بس مش شايفه يا كابتن. ساديو ماني حتى لو مش شايفه كابتن شريف، ساديو ماني في لعبه لما طلع مع الحارس وحط رجليه فوق دي كانت كارت احمر. ولكن هي بيرسي تاو هنا بيحاول يلعب يا كابتن. اللاعب التاني موطي دماغه نزل براسه. بص يا كابتن رجله، انا كلاعب مدافع انا هنا لا يجب، بص انا نزلت بدماغي وانا بلعب في محاوله لعب، اذا مفيش نيه ازاء يعني انا مش رايح اعمل المخالفه بنيه ازاء. حتى لو كان هناك في اصطدام بالحذاء هنا بنفسر هذه اللعب. نمره واحد، اللاعب وط بيرسي تاو رايح يلعب، يعني هو باصص حتى على الكره مش رايح للاعب مباشره، بعكس لعبه خالد الغندور اللي جاي وشايف ورايح بقوه وبسرعه. فهنا البطاقه الصفراء اقصى درجات التهور وهو انذار صحيح لبيرسي تاو. الحاله بعد كده رامي ربيعه، هنا طبعا حاله من حالات في الوهله الاولى لو الرجل لبست في الوش طرد. تاني لو هنا الشمال دي راحت في الوش مباشره كانت احمر. تعال شوف التفاصيل بتاعتها، نشوف هنا، نشوف التفاصيل هنا. رامي عمل ايه؟ هو برضك بيلعب كوره. بص يا كابتن ستوب، لعب الكوره، الرجل فين يا كابتن؟ الكوره، في الكوره، في الكوره، وبعدين الكوره بقت ما بين الحذاء وما بقت وش، قللت من الصدمه. احنا بنحكي تحكيم احترافي، ده التحكيم الحديث. نشيل الكوره من هنا يا كابتن بلال، بطاقه حمراء. ايوه. واحنا بنقولها ليه؟ عشان اللاعب ما يعملش ريسك على نفسه. لو هنا الحظ خدمك وانت لعبت الكره بس رجلك كملت، هنا انذار وجوبي والقرار كان قرار صحيح نتيجه ان الكره ديت هي اللي كانت ما بين الوجه والقدم، وبالتالي هنا القوه قلت كابتن عادل والكره حمت وجه اللاعب. ايه اللي بعد كده؟ حاله من حالات التميز للعقاد. عاوز اقول النهارده بيرسي تاو في موقف تسلل، نشوف الحاله دي تاني، نشوف نمشي بس ستوب. كابتن هنا قلنا هذا اللاعب الكره حتى لو ما جاتش فيه هو هنا يا كابتن واخد عين الجول. الله عليك. بالظبط. الله عليك. حتى لو ما جاتش فيه هو هنا الحارس هنا كابتن على الكوره، لما الكوره تبقى انت واقف هنا في موقف تسلل انا مش شايف الكوره رايحه فين، وبالتالي هنا تسلل من العقاد، تسلل صحيح والغاء هدف وكان كره صحيح. سعد الاولاني عنده ثلاث حالات تسلل على النادي الاهلي. العقاد عنده ثلاث حالات تسلل، يمكن ست حالات تسلل النهارده كانوا على النادي الاهلي، قرارات تحكيميه كانت يعني 10 على 10. ببارك لطاقم التحكيم اليوم يا كابتن، ودايما بنقول بالتوفيق للماتش اللي جاي اهلي وزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. حكام ايه محتاجين؟ عندك فكره؟ لحد دلوقتي مصريين. لحد دلوقتي نامل حكام مصريين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. يعني لا تتاثر باي شيء، انزل والعداله التحكيميه للكل، للكل يا كابتن. المباراه كانت مهمه وهتبقى ان شاء الله، يعني يا ريت تكون فتحت خير على التحكيم يا رب. ان شاء الله يا كابتن. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا. شكرا. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي للمباراه نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري في الجوله رقم 21 او المؤجله من الجوله رقم 21، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 وتربعه على القمه منفردا، او مواصلة تربعه على القمه منفردا واقترابه خطوه اخرى من درع الدوري المصري الممتاز لكره القدم. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار
اللي شرفوني النهارده وامتعوني كابتن شريف عبد المنعم. شكرا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ومبروك، وقبل ما نبارك لبعض الماتش الجاي باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن. مبروك كابتن، والماتش الجاي ان شاء الله نكون ناخد الدوري ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن. شكرا ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله الماتش الجاي يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق التحيات.